السلام عليكم. إذا كان سبقنا تكلمنا على اكتيفيتي كونفرساسيون ايكيب، كنا شفنا الطرق باش نخدمو بهذو الثلاثة. الوغ دابا وصلنا لهاد ديفوار، كنا شفنا كذلك هاد كالوندري، وصلنا لهاد ديفوار يعني عندي اقسام مثلا، او مثلا دي جروب. مثلا هنا عندي دي جروب ماسكي. الوغ هاد الاقسام هادو وهاد لي جروب اللي عندي هنايا مثلا باغي ندير لهم واحد ديفوار، دونك غنكليكي هنا على ديفوار. ابخي كتختار الجروب اللي غدير ليه الدوفوار او ليكيب اللي غدير لها الدوفوار. مثلا غنختاروا هاد ليكيب ديال الورك اللي فيها واحد المجموعه من التلاميذ اللي مختارهم مثلا هنا، معاهم مجموعه من الاساتذه. ابخي كنكليكي على سويفون. دونك كيما كتلاحظوا اوتوماتيكمون كتبان لنا هاد الواجهه على هاد الشكل. دونك عندنا بغويون، عندنا هنايا اتريبيو، عندنا نوتي، ابخي عندنا دونك الى مشينا لهاد بغيون هادي اللي عندنا هنايا كنلقاوها فارغه كما كتلاحظوا. يعني اوكان بغيون داكتيفيتي بور لو مومون، يعني مازال ما صوبنا حتى شي ديفوار. الى مشينا لاتريبيو كذلك زيرو، الوغ هنا نوتي كذلك زيرو. سي بيان. الوغ كيفا غنمشي لكريي. دونك هنا اون فوا كتكليك على كريي عندك جوج ديال الاختيارات، افيكتاسيون او لا كيسيونير. الوغ شنو هو الفرق ما بين لو دو؟ بالنسبه لافيكتاسيون كتصيفط الكلام واحد لو ديفوار اللي كتصيفط معاه انت واحد الفيشي اللي فيه اسئله او فيه شي حاجه اللي خصها دار. المهم كتصيفط لهم واحد الفيشي، واحد الملف اللي فيه الاسئله، وهما خصهم يحملوا ذاك الملف، يتلاشارجوا ذاك الملف ويجاوبوا ويعاودوا يصيفطوا لك ذاك الملف فيه الاجوبه. الوغ هنا مثلا في الانفورماتيك ممكن مثلا يكون ذاك الملف اكسل او يكون مثلا وورد، وغطلب منه يدير واحد الخدمه في ذاك الملف بالضبط ويرد لك ذاك الملف. مثلا كيسيونير، لا كيسيونير كيكونوا اسئله مثلا بحال كوشي لا بون ريبونس، شوازيغ لا بون ريبونس، غولييه مثلا. المهم راكم كتعرفوا داك لي كيسيون اللي كيكونوا على شكل كيسيونير. هنا ابارتيغ دان دوفوار اكزيستون يعني خصو يكون ديجا مصاوب. انا غنمشيو لهاد افيكتاسيون، غنكليكي على افيكتاسيون. دونك لاحظوا معايا، اول حاجه غندخلو هنا لو تيتر. دونك في لو تيتر مثلا غادي نكتب تي بي باغ اكزومبل. دونك لي فورمول دون اكسل، دونك هذا فقط عنوان. في لي انستركسيون غادي نكتبو هنايا. دونك هنا خصك تعطي التعليمات للتلاميذ ديالك شنو خصهم يديرو. يعني هنا غادي يكون السؤال. دونك عفوا، دونك غادي نمشي لهنا، غادي ندير اوبغيير كما كتلاحظوا. مثلا كنطلب من التلاميذ مثلا يفتحوا واحد الملف اللي غادي نرسلو لهم. الوغ اوبغيير لو فيشي اكسل، ابخي كالكولي لا سوم اي لا مويان، بوي سوفغاردي. alors puis sauvegarder et envoyer votre travail dans la date donnée. Donc هنا طلبت من الطلاب باش يفتحوا واحد الفيشي اكسل اللي غادي نرسلو لهم. خصهم يحسبوا لنا لا سوم ويحسبوا لا مويان، ومن بعد خصهم يديروا سوف كاردي لهذا الفيشي، خصهم يسجلوه ويرسلوا لي، عاودوا يرسلوا لي داك الفيشي اللي فيه الترافاي ديالهم فواحد لا دات اللي هي محدده. الوغ الفيشي ديالنا كنزيدوه من هنا، كدير اجوتي لا دي ريسورس. فوالا، دونك هنا كتختار يا اما لي فيشي اللي عندك ديجا، اولا كتختار مثلا الا كان شي فيشي مثلا في لي زيكيب كتجيبهم لي زيكيب، سينو كتجيبو مثلا من لورديناتور ديالك. دونك هنا مثلا الفيشي ديال اكسل هو هذا، دونك غنكليكي دو كليك، اولا غتكليكي وكدير اجوتي. ولكن ما كتلاحظوا راه تشارجا كامل وكدير تيرميني. دونك ها هو الضاف هنايا. جيد. الوغ دابا نجيو لي بوان، يعني شحال غتعطيهم ديال النقط على داك، يعني الماكسيموم ديال النقط، النقيط ديالك شحال ممكن يكونوا في فان كونت؟ 20. يعني اللي نجز التمرين بشكل تام بغي تعطاه 20. الا بغيتي تدخل شي شويه في لي ديتاي ممكن تستعمل سكون ابيل ان باغيم. الا بغيت تدخل شي شويه لي ديتاي في داك لي بوان اللي غتعطي التلام كدير واحد الباغيم. الوغ هنا اتريبيو ا، يعني هاد هاد ديفوار هذا لمن غادي تعطى؟ غادي تعطى لهاد الجروب اللي سميتو ورك. ممكن مثلا نختار واحد من هادو، مثلا كتكليكي هنا كيتختار داك ليكيب، كيوليو هنا مثلا دو. الوغ مثلا انا بغيت غير هاد ليكيب هادي اللي هي ورك، مزيان غنخليها بداك الشكل هذاك. هنا تو لي زيتيديون كلهم غادي يوصلهم هاد
voilà devoir, c'est bien. Et là, qu'est-ce que cliquer à la modifier parce que je regarde la date. Qu'est-ce que cliquer à la modifier. Alors là, nous maïs nous regardons là. Voilà date de publication. On va essayer de publier ici. Donc il maintenant de planifier. Donc il maintenant nous devoir voir si maintenant on planifie. Alors nous maintenant pendant le jour le flani a dit de devoir automatiquement. Alors l'idée c'est de faire planifier que tu fais automatiquement. C'est là que tu fais tout d'abord que automatiquement le logiciel qui a la date bien d'abord. Mais bien. Alors, maintenant, ممكن نزيد date de clôture. Qui fait date de clôture? Ça veut dire que devoir d'un aura d'ibda fait la date, fait ça. Ou que t'es réussi à devoir. Bah, j'ai net l'âme d'y connaître le thèse, mais nous, surtout, il y a devoir. Bout de l'ouvre, les briques, en matelan, ou les hendettes. Donc, l'idée, c'est que matelan, devoir d'y aller, il trisse l'homme d'un. 25 مارس 2020 مع كذا وكذا وقتاش بغيتهم يرسلوا وقتاش بغيتهم يعني اخر اجل باش يرسلوا لي مثلا هاد ديفوار هو 26 يعني عندهم نهار ديال الخدمه مثلا ولكن نختار فقط سويعات قليله يعني نختار نفس اليوم ونجي للساعات ونغير ابخي كتكليكي على تيرميني جيد وكتكليكي على افكتي الوغ الا درت افكتي هاد ديفوار هذا غادي ترسل لذاك لو جروب ديال ورك اللي كتشوفو قدام دونك غادي تبان هنا واحد النوتيفيكاسيون انتظروا واحد شويه واحد البرهه الوغ كيما كتلاحظوا كتبان هنايا هاد النوتيفيكاسيون اسينيومون ا مونسيوني فوالا دونك ديفوار ديالنا راه ترسل ديجا لهاد الجروب الوغ غادي نحاولوا ندخلوا لهاد الجروب هذا غنمشيو لايكيب غادي ندخلوا لهاد الجروب هذا اللي سميتو فوالا ورك دونك غادي نحاول ندخل لهاد الجروب هذا الا لاحظتوا ها هو اللي صوبنا دابا ديجا دونك هذا كنت صوبته من قبل اللي صوبنا دابا هو هذا الا لاحظتوا راه ترسل التلامذة في هذا الوقت مثلا المحدد دونك دابا الا رجعت للديفوار الخاصه بهذا القسم يعني الديفوار اللي صوب دابا دونك غنكليكي على ديفوار بهذا الشكل جيد دونك اي فوا غادي ندخل لذاك ديفوار لاحظوا غادي نحاول انني نكليكي على هذا لو ديفوار اللي هو اتريبيو دونك نورمالمون الا لقيتو بهذا الشكل هذا راه كتلقى هنا اتريبيو سا فيدير ديفوار اللي تصاوب ديجا دونك كتكليكي على ديفوار اتريبيو بهذا الشكل هذا مزيان الوغ هنا غادي يعطيك ليطا ديال هذا لو ديفوار على حسب التلام اللي عندك طبعا تما الوغ لاحظوا معايا هنايا من بعد ما كيتشارجي كيبين لنا هادو كيقول لك على انه مثلا عندك جوج ديال التلامذ هما هادو او مثلا استاذ وتلميذ مثلا دونك هادو غير امثله باش نبين لكم كيفاش تصاوبوا لي ديفوار دونك هنا في ليطا كيقول لك نو رومي يعني حتى شي واحد ما رسل هاد لو ديفوار حتى شي واحد ما تمكن انه يرسل هاد لو ديفوار دونك الا مثلا شي واحد شاف داك لو ديفوار شي واحد مثلا هاد التلامذ دخل وحاول انه يشوف مثلا هاد لو ديفوار دونك كما كتلاحظوا هنا التلميذ مثلا شاف هاد لو ديفوار مكتوبه ليه هنا كونسولتي اما هذا مثلا اللي في الاعلى مكتوبه نو رومي يعني ما شافش كاع لو ديفوار دونك مثلا هاد التلميذ هذا صيفط لي مثلا هاد لو ديفوار كتولي عندي هنا رومي سا فيدير ترسل لو ديفوار الوغ انا هنا في هاد الحاله شنو غنحاول ندير هذا اللي رسل لي هاد لو ديفوار غادي نكليكي هنايا على رومي كيبان لي داك الفيشي اللي رسلت لهاد التلامذة مثلا كنحاول مثلا نفيجواليزي هاد الفيشي ونشوف شنو دار هاد التلميذ واش جاوب فعلا صحيح ولا لا مثلا وكنعطيه واحد لا نوت مثلا غادي نعطي لهاد التلميذ مثلا لا نوت 6 وهنا كنكتب واحد الكومونتير باغ اكزومبل تري بيان وممكن مثلا نزيد بعض الاشياء مثلا كونتينيي ولا نعطيه اون غومارك على هادشي اللي خطا فيه مثلا ابخي كدير غوتورني دونك اون فوا كتكليكي على غوتورني هنا شنو غادي يوقع غيترسل واحد الميساج لذاك التلميذ فيه التنقيط اللي عطيتو فيه بالله راه جاب مثلا 16 على 20 وزائد فيه داك لي كومونتير باغ اكزومبل دونك الا لاحظتو مابقاش كيبان هنا مابقاش كيبان انو مع هادو لي انوتي علاش حيتاش ولا في نوتي ولا مثلا تصحح حيتاش راني صحيتو وساليتو الوغ لي كومونتير اللي عطيتو هما هادو كما كتلاحظوا وراو النقطه اللي عطيت لها التلميذ هي هذه وغادي يبداو يبانوا التلاميذ هنايا في انوتي واحد واحد كلهم دونك هنا اللي دار كونسولتي راه كيبان لي راه شاف الفيشي اللي صيفط لي العمل راه كيبان لي تما غومي وكنكليكي وكنحاول انني نصحح داك العمل